السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي الجميع يكون بخير على خير. هذا موديل ديال الكروشي جوزه مزوقه، غديروا غادي تشوفوا كيفاش عملت ليها. من هنايا خدمتها بجوزه عاديه، من بعد زوقتها وعملت ليها هاد الحجرات كبارات شويه وهاد الدويدات. هاد الخدمه هادي هي اللي كتهمنا اليوم، هاد الخدمه هادي هي اللي كتهمنا اليوم. اما الدويدات فديجا كنت عاملاهم، وفي اليدين عملت ليها غير المتكي او كيما تيتقال ليه البريوات، او يعني كل واحده تبقى عباره على مسميات. هذا البلوسيير، نتمنى يا ربي ينال اعجابكم وتكون الصوره واضحه، لانني عملت اللون في اللون. كيف ما كتعرفوا الوقت هذا والجائحه ما عنديش الامكانيه باش نشري تواب وندير هكايا الالوان مختلفه، فاللي جابت شي بياسه مرحبا كنخدمها وتنوريها لكم. هذا ما كان، لان شويه الظروف شويه صعيبه هاد العام، ماشي بحال الاعوام الاخرين. كانت شويه الظروف كانت مزيانه. تقريبا هنايا نص طوق 35 سنتيم، 35 تقريبا 35 سنتيم، ماشي طويل بزاف. والجوزة فيها 6 ديال العيون، هانتوما 6 ديال العيون. الثمن ديالها يعني مخيطه من جناب، يعني الثمن ديالها 100 درهم. مخدومه بالصابره، ماشي بالمبروم، مخدومه بالصابره، لان الصابره وحدها والمبروم وحده. الا جيت تعملي الثمن ثاني فخاصك تعرفي ما بين الصابره وما بين المبروم. الصابره راها شويه مرؤوفه، ولكن المبروم راكم عارفين كيطلع غالي، تطلع شويه غالي. فاللي بغات دير بحال مثلا هذا الموديل هذا فخاصها تطلع شويه ديال الثمن الا كان بالمبروم. وعلى العموم يعني راه صراحه الله اللي تيخدم راه غادي يعرف اشنو كاين، اللي تيخدم راه غادي يعرف اشنو كاين، لان الخدمه ديال اليد راه ماشي هي بالماكينه. هذا الشيء اللي تنبغي نوضح لبزاف ديال الناس، تنبغي نوضح لبزاف ديال الناس بان الخدمه ديال اليد راه ماشي هي الماكينه. الخدمه ديال اليد راه كتطلب لك واحد الوقت، خلاف الماكينه تقدري تخدميها بالزربه. هادي عملتها هنايا كبيره، فما توفرش ليا، يعني نهضر معكم بصراحه ما توفرش ليا العقيق. وكيف ما عارفين بان حنايا في منطقه بني ملال، فالاغلبيه ديال السلعه كنجيبوها من الدار البيضاء، الاغلبيه ديال السلعه ديالنا كنجيبوها من الدار البيضاء. فما كاينش، ما موجوده السلعه كيف ما موجوده السلعه، لا فات يعني الاثواب ولكن الاثواب اللي بالالوان هما اللي موجودين في قصب التادله. اما حتى هادشي ديال العقيق يعني اللي كان صافي الواحد تيدي باني بيه. شي حاجه اخرى راه صدقوني راه ما كايناش، راه الظروف شويه صعيبه، خصوصا الخياط. انا في هاد المهنه هادي راه خصوصا الخياط، هاد الوقت هذا كان الواحد كيضار مع الحوايج ديال مريهم باش يسربيهم ليهم. هاد العراسات هادي فالميزانيه هاد العام هبطات لواحد الدرجه، ما مستوى نقول لكم، ولكن هبطت لواحد الدرجه قاصحه بزاف، وخصوصا يعني الخياطه التقليديين الرجال. وما حتى العيالات راهم تيبقاو هكا، هي راكم عارفين الراجل هو تيبقى عليه الدرك. والحمد لله هادشي ظروف، ما كاين الواحد ما يقول،
الحمد لله على أي حال. تبارك الله عليكم، كنتمنى هذه تنال الإعجاب ديالكم ونكون فدتكم، وتبارك الله على الجميع. واللي بغى شي حاجة مرحبا وأهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف عاملين البنات؟ لبس عليكم، نتمنى يا ربي الجميع يكون بخير وعلى خير إن شاء الله يا ربي. اليوم غادي نعملو كيفاش نعملو هاد الوريضة هادي، وخلاص هاد 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 الحجرة هادي غير كنحطوها من الفوق. كيفاش نعملو هادي هكا دايرة، كيفاش نعملو هادي هكا دايرة؟ هي عندها جوج طرق، ولكن غادي نعملو اليوم واحد الطريقة، غادي نعملو طريقة واحد الطريقة بعدا وحدة، ومرة أخرى إن شاء الله غادي نعملو الطريقة الأخرى بإذن الله. غادي نمشي، هذه هي الجوزة، عندي هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني هنايا عندي الشكل مربع، مربع يعني نفس هاد الضلع نفس هاد الضلع نفس هاد الضلع نفس هاد الضلع، يعني بحال بحال. كنجي لهاد الوسطاني، هذا لهاد الوسطاني، وكان نشوفنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، شحال من عمود عندي هنايا؟ ستة. نشوف ثاني هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، لاحظوا هنايا بقات لي، هنايا بقات لي ستة، وهنايا بقات لي ستة. كنجي انا وحلت الخيط خلاص هنايا كيف ما كتلاحظوا، غادي نجي هنايا عندي غادي نخلي وحدة وندوز الاخرى ونخرج من البلاصة اللي كنت دخلت فيها، اللي كنت دخلت فيها الابره باش تجيني سهله. غادي نخرجها من هنا ونعقب ندخلها لهاد الشيء. خاص الخيط كنعتذر منكم، تنخدم نفس اللون نظرا لظروف. كنجي كندير لها هكا، يعني هاد الخيط هذا راه وصل ليا لهنا، ونجي تاني ونزيد خيط اخر هاد جوج خيوط خاصهم يكونوا قد يعني يكونوا ليا هكايا بجوج، لاحظوا بجوج بحال بحال. ونجي تاني ونخرج البرة تاني من الجهة الأخرى، ودرك غادي نبدا نخدم. أنا دورت خدمة غير باش تسهل عليا، الخيط كندوزو لهاد الشي وتنبدا. نبدا نزير، كنبدا نزير ما عنديش حساب محدد باش غادي نبقى نحسب نقول زعما شحال من غرزة ولا، ما عنديش حساب محدد. لحظة تنبقى غادية على هاد الحساب هذا، انا قربت للنصف كما قلت لكم، كنعتذر على اللون في اللون، لان كما قلت لكم نظرا لظروف، لان البياسه ديال مولاتها وبغات تديها الى ما وريتش شي بنات طالبيني على هاد الورده، الا ما وريتش ليهم درك غادي نبقى ما غاديش نوري. يعني كيف ما كتعرفوا المشاغل بزاف، و يعني بزاف ديال منين كنوصل لهنايا، من الاحسن منين ندور هكا بليد الاخرى غير باش تجيني مستفى، غير باش تجيني مستفى.
باش تبان لكم ان اللون في اللون. خاصها تجيني هكا، نروح بشي يمشي اخرى. لاحظوا لاحظوا من هنايا كيفاش جات، راه جات دايره على هذا الشكل، وهاد البلاصه هذه ها ما جاتش فيها بزاف ديال الفراغ، غير شويه ديال الفراغ. كنعقب ندخل الابره في هاد البلاصه ونجي للراس ديال الجوزه ونشد هنايا نثبت. هنا ثبت، نثبت ثاني من هذه الجهه، ومن الجهه الاخرى كنثبتهم كنثبتها مزيان. كنجي تاني لهاد الضربة هادي، لهاد الراس هذا ها لهنايا، ولكن من الظهر ديال هنا خرجت البرا. ونفس العادة غادي نخلي غير واحد شوية وندخل هنايا البرا، ونمشي نفس البلاصة اللي كنت بديت فيها في الأول، ونشوف تاني القياس، نزيد ونشوف تاني القياس، نشوف القياس اللي غادي نعمل، نشوف القياس اللي غادي نعمل هنايا. لاحظوا القياس هو هذا، غادي ندوبل على الجهة الأخرى، هو شكله بحال واحد الشكل ديال الراندا، وكان الخيط دائما كيجيني لهاد الجهه، الخيط خاصو يجيني لهاد الجهه، يعني بحال نديه ليسر ويشكل لي واحد الحلقه بحال هكا. تندخل البرا من هنا ونهبط، ندخل البرا من هنا ونهبط، يعني هي بسيطة ماشي زعما كتطلب شي حاجة، ولكن خاصها شوية يعني الواحد غير يدير فيها راسه صافي. شحال من بنت تقول لك لا راك تتزربي، المهم انا كنحاول بشوية. هذه تنبقى غاديه بها هكا، هذا الشكل تنبقى غاديه بها هكا، يعني ماشي غير انا متقلة يدي. قلت لكم ملي توصلوا للنصف، ملي توصلوا للنصف المهم خاص تزيروا، وعاد خاصكم تبقاو تعاونوا تبليد اليسرى. علاش؟ باش يجيكم هذا الشيء مستف، باش تجي مستفه. كما قلنا نعاونو باليد الاخرى، هذه هي الطريقه. ان صعيب باش تجيبي شيتو، باش تبقاي تشري هكايا التواب وتخدمي وتصوري،
يعني صراحه الله صعيبه. الا كانت شي بياسه اه مرحبا، راني نصور. الا ما كانش حتى بياسه فصراحه الله ما صعيب بزاف، لان اليوتيوب ما نجيبش همه، لان تقريبا بحال راه ما فيه والو، ما فيه زعما شي ربح النيت اللي تقولي عليه. كنتمنى غير دعوة الخير. كتجي خرجت لهنايا باش نجي نشدها. غادي نجي دروك نشدها، دير لها هكا باش تشد. هذه بحال لا كبرتها، خاصها نورمالمون خاصها تجي تجي مسرحه بحال هذه، ولكن ما كاين اشكال، نتوما غادي غادي تفهموا الموضوع كيفاش. بحال هاد بحال هاد الشكل اللي درنا هنا غادي نديروه هنا وغادي نديروه هنايا. كنعمل تنعمل هذه، انا كملتها من هنا. كنعمل كنعمل لونه وصافي يعني، ولكن حاولوا باش تجيبوا نفس هاد هاد الدوره هادي تكون نفسها بحال درك. انا هنايا هنايا هادي شويه هادي شويه قديتها، ولكن هادي بحال كبرتها بحال كبرتها شويه فما جاتش مريقله. ولا بغيتو ديروا هنايا عقيقه وهنا عقيقه وهنا عقيقه وهنا عقيقه حتى هي غادي تجي زوينه. كنتمنى يا ربي نكون فتكم وعطيتكم واخا غير اشاره كيفاش تعملوا لهاد الزواقه، واخا غير اشاره كيفاش تعملوا لهاد الزواقه. تبارك الله عليكم وشكرا للجميع. ما تنسوناش من لي لايك، ما تنسوناش من لي كومونتير، راه هادشي راه غير تحفيزي، راه ما فيه زعما حتى شي حاجه، راه غير تحفيزي. ما تنسوناش من الاشتراك، وتبارك الله عليكم وشكرا للجميع.